بس ايه تعيين قيمه الثابت سي ده هو تعال نكتب بس اهو دي اس سكوير محتاج طبعا يساوي ايه سالب واحد زائد سي على ار دي اكس نوت سكوير الجديده بقى خلاص بتاعتنا زائد واحد زائد سي على ار اس ماينس 1 دي ار سكوير زائد الجزء اللي فاضل اللي هو ار سكوير دي تيتا سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير تيتا دي فاي سكوير ده اللي هو المتريك بتاع محتاجين بس وي نيد تو جيت سي وات از سي اوكي ففور اس تو دو ذس ديت اولا ديت اللي هي ايه اللي هي ايه ايه اللي اكتشفنا ان هي ايه مش فانكشن في الايه في التي اللي فانكشن في الار بس وده هي اللي هي البي اوف ار اوكي ايه اللي هي من او يعني من غير الماينس ساين يعني الاي في البي بكام يا ولد يعني نوت كده لنفسك انت الاي تايمز بي بتساوي كام بتساوي لا مش ما انا بقول لك النيجاتيف مش موجوده شوف الراجل انا قلت الاي في البي بواحد اوكي على 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 انا قلت والجي نوت نوت الجي نوت نوت اللي هي بسالب اي قال ان احنا عندنا دي اس سكوير بجي نوت نوت دي اكس نوت سكوير زائد جي 1 1 وهكذا فالجي نوت نوت بسالب اي طيب بعد المعلومه ديت هناخده بقى ايه انا عندي السورس اهو اللي هو السيمتريك سورس وهنروح عند ار بانفينيتي بعيد قوي هناخد عند ايه عند ار بانفينيتي وهناخد جسيم جاي من انفينيتي من سكون وهيتجذب للايه للسيستم اوكي يا رجاله يعني انا عندي ايه بارتكل ات ريست مهمه قوي فروم فيري فار اواي اوكي جاي من بعيد قوي وعايزين ايه نبدا ايه نبدا نستنتج الايه نستنتج المعادله طبعا بتاعته هناخده اللي هو ماشي في الراديال دايركشن في الراديال دايركشن فمعادلة الجيوديسك اللي هي عبارة عن ايه؟ دي تو اكس الفا باي دي تاو سكوير زائد جاما الفا ميو نيو يو ميو يو نيو بيساوي صفر اي جسيم حر ماشي في الجرافيتيشنال فيلد يعني مفيش حاجة بتؤثر عليه غير الجرافيتيشنال فيلد فبيتبع الايه؟ بيتبع الجيوديسك فاحنا هناخده مين؟ انا عايز الراديال دايركشن هناخد ايه؟ d to r by d tau square زائد جاما r يعني كان الفا دي بواحد اكس ها ولا ايه انتوا كويسين؟ ايوه اكس واحد واحد ميو نو يو نيو يو ميو يو نيو تساوي صفر انا بقى عندي ايه؟ انا بقول الجسيم ايه؟ ادريست الجسيم جاي من ادريست فاليو الفور فيلوسيتيز احنا عارفين الفور فيلوسيتيز ازاي عارفينها يا ولاد سي الفا وايه والفا ايه يو صح فلما يكون ادريست فاليو الفور فيكتور الفور فيكتور يو تساوي سي وصفر اليس كذلك صح فتعالوا نجيبه بقى ايه انا عندي كونديشن كان بيتحقق فين في الـ في السبيشال ثيوري اوف ريليتيفيتي يعني في الايه في اللوكال انيرشال فريم اللي هو ايه فاكرينه بالنسبه للفور فيلوسيتي لاي بارتي اليو نيجاتيف 1 دوت يو بنيجاتيف سي سكوير فاكرينه وديت سكيلر فاذا كان سكيلر في البتاع ده اسمه اللوكال ان ال اي اف هيبقى مظبوط في الايه في الـ في الـ في الفريم اللي هو الجنرال فيبقى يو دوت يو بماينس سي سكوير بس احنا بقى يا جدعان احنا دلوقتي مش كارتيزيان احنا مش كارتيزيان فاليو دوت يو التعبير بتاعها ايه؟ ها؟ التعبير بتاع اليو دوت يو جي الفا بيتا يو الفا يو بيتا يساوي سالب سي سكوير
ماشي. انا بقى عندي مين الكومبوننت اللي عليها الطاله بس اللي هي التي. فما فيش غير بس ان ايه الجي نوت نوت يو نوت يو نوت بتساوي سالب سي سكوير. التانيين بصفار يبقى جي يبقى يو نوت سكوير بتساوي سالب سي سكوير على جي نوت نوت. سالب سي سكوير على الجي نوت نوت بسالب ايه يبقى سالب ايه يعني بتساوي سي سكوير على ايه. اللي مش فاهم لحد دلوقتي يقول لي السي ديت سرعه الضوء السي تانية الكبيره ديت الثابت احنا عايزين نجيبه. ممكن خلاص تعالى بقى ايه نطبق بقى المعادله دي اهي. انا هاخد طبق المعادله دي خلاص. دي 2 ار باي دي تاو سكوير زائد جاما 1 0 0 كل الكومبوننت الثانيه بصفار يو نوت سكوير بيساوي صفر او دي 2 ار باي دي تي سكوير تاو سكوير تساوي سالب جاما 1 0 0 يو نوت سكوير اللي هي مين يا جدع سي سكوير على ايه. طيب الجاما 1 0 0 اللي انا عملتها لكم على السبوره قلت لكم ذاتس واي اي اللي كانت السطر الرابع في البتاع اللي انا كنت بعملها ده ايوه الجاما 1 0 0 كانت بكام؟ كانت بواحد على 2 بي دي اي باي دي ار لو تفتكروا. يبقى دي 2 ار باي دي تاو سكوير تساوي سالب 1 على 2 بي دي اي باي دي ار. الحقيقه ديت المفروض تبقى العوجه ديت ما انا حريص شويه بس ايه المفروض العوجه تبقى معدوله فاهمين مش كده يا ولد؟ ايوه مضروبه في ايه يا جدع؟ في السي سكوير على الاي. الاي في البي بكام؟ واحد. يبقى شكرا يبقى سالب 1 على 2 سي سكوير دي اي باي دي ار. بس انت الاي عندك يا اخويا اهي الاي اوف ار بتساوي 1 زائد سي المعوجه على ار يبقى دي اي باي دي ار تفاضل الواحد بصفر يبقى سالب سي على ار سكوير. يبقى سالب 1 على 2 سي سكوير سالب في سالب بموجب سي على ار سكوير. يبقى دي 2 ار باي دي تاو سكوير لجسيم جاي من انفينيتي starting at rest in the radial direction of this بتاع ده هيساوي ايه؟ 1 على 2 سي سكوير سي على ايه؟ على ار سكوير. ماشي يا رجاله؟ طيب تعالوا بقى احنا بنقول ايه؟ احنا اتفقنا لما يكون الار بانفينيتي الفلات السبيس تايم هيبقى فلات ولا كيرف؟ هيبقى فلات. فلما يكون فلات هتبص تلاقي ايه؟ التاو تقريبا بتساوي التي. فلو انا يبقى هنا دي 2 ار باي دي تي سكوير بتساوي تقريبا which is very good approximation سي سكوير سي على ار سكوير. طيب تعالى بقى نشوفه ايه ونيوتن هنا از جود نيوتن الكيرفتشر لما مش موجود يبقى ايه نيوتن هيشتغل حلو الويك ابروكسيميشن. في نيوتن يلا انا عندي جسيم جاي من انفينيتي وبيتعجل في الراديال دايركشن الدي 2 ار باي دي تي سكوير بايه؟ دي 2 ار باي دي تي سكوير بتساوي سالب جي ام على ار سكوير حيث ام كتله النيوتونيان ماس اوف ذا سورس. تمام. قارن بين هذه وتلك. ادي واحد ادي واحد وادي اثنين. مقارنه بين دي وديت هتجد ان السي بتساوي سالب جي ام على سي سكوير. خلاص يبقى انا ايه في اثنين المفروض شايل السي ده هي في اثنين عامل ايه جي ام على ار سي سكوير دكتور في اثنين ناقص جي ام في اثنين اه في اثنين اه ايه العبط ده في اثنين انا اسف في اثنين وفي دي ماينس ماينس ثانك يو 2 جي ام على سي سكوير صح كده مظبوط يبقى ايه يبقى الاثنين اي ميست ذا تو ذا هاف هير هاف هير از فيري امبورتنت اوكي ده الاثنين دي اللي جايه من البتاع اللي هي الكونكشن ام سوري فالاكسبريشن بتاعنا اهو يبقى خلاص ايه احنا ذاتس ات وي ار دون ناو وي ار جونا يوز ذس بقى تو ايه تو جيت اول ذا فروتس اوف جنرال ثيوري اوف ريليتيفيتي اللي ايه كانت ال الاكسبيرمنتال فاكت اللي كانت تتفق مع التجربه الام دي فوق الام دي فوق ايه البي الاكسبريشن بتاع البي يا عم ايوه يا عم ايه العبط اللي انا عايش فيه ده معلش معلش هكتبها لكم تاني هكتبها لكم تاني هي خلاص كده حلوه مظبوط اه ماشي
طبعا ايه الكتاب C بتاعته بواحد فما فيش C. ماشي يعني. فعلا زي ما علي بيقول التو التو جي ام على سي سكوير ده بيسموه ار اس شوارزشيلد عشان نخلد ذكرى الشاب القتيل في الحرب العالميه الثانيه. يبقى ايه واحد ناقص ار اس على ار وهكذا. كله ما ضحكتوا عليكم في حاجه؟ كله زي الفل صح يا رجاله؟ حكايه التايم والتاول بتاع ده هنناقشها تاني المره الجايه بقى. بس انا دلوقتي هممني بقى ايه؟ تعالوا نشوف. انا كنت I was very careful to define what R is. R كانت عند كل نقطه لما تعمل sphere of symmetry اللي هي النقطه اللي يعني ال R دي هي ايه؟ The circumference of the sphere مقسوم على 2 باي حيث السفير ده هي ال 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 او اللوكس of the points that have the same positive curvature. اوكي انا I was very careful المره اللي فاتت. اوكي حد جاي؟ يلا يا عم. ايه يا عم كنت طيب ماشي. فانا انا ايه الار كانت ايه يا جدعان؟ الار كانت ال circumference عند الاكواتور. عند الاكواتور بتعمل دايره وتقسم المحيط على 2 باي يبقى هي دي الار بتاعتي. انا بقى عايز اجيب العلاقه ما بين الار دي والراديال دايركشن اللي هي ايه انك تطلع من السنتر للايه هتجد ان دي مختلفه عندي. وده اول ايه اول اشاره لان الايه السبيس مش السبيس تايم بس السبيس ذات نفسه كيرف. يعني كيرف دي يعني زي ما شرحته لكم في اول محاضره ان ايه معادلات اقليدس لا تنطبق عليه. اوكي طب احنا دكتور في الاول كنا بنجيب المعادلات اللي احنا جبناها كلها كانت ان ترمز اوف الرادياس بتاع السفير. مش لا انت هتنضرب بقى ليه؟ انت ارجع للمحاضره بتاعت امبارح. لا ده انا اي واز فيري كيرفول. مش بقول امبارح مش بقول انا بتكلم على اللي احنا كنا بنعمله في اول السمستر. احنا كنا لما كنا بنستدي الكيرفتشر على السفير واللي هو كنا بنجيب الانترنت الراديوس اللي هو عشان انا بتكلم على تو دايمنشن. لكن انت اللي انا بقوله ده اللي انا بقوله ده يصح يعني امبارح وانا بشرح لكم. انا عايز اعرف ايه الفرق بس ما بين اللي احنا عملناه في اول السنه. مفيش فرق. they are both connected وانا كنت بمهدك وبحضر مخك انك تستقبل الحقيقه دي في اخر الكورس. انا كل ده كنت واخدك بين ايدك كده من اول ما بدانا. وانا الوعد اللي انا وعدته انا احققه الان. يعني دي نقطه مهمه جدا. الكورس ده في منتهى الجمال ان هو ايه اتس لايك ا ستوري مش مثلا مواضيع متفرقه. احنا ماشيين نفس السكه مع بعض من اول ما بدانا. قلت لكم الوعد هيبقى كذا وصلنا اهو. احنا بنثبتها اهو. فالار ديفايند سو فار في الاناليسيس ده اهو هي ايه عندي مثلا. بص اهو بص ادي السنتر اهو ادي عندي السورس اللي هو سفيريكال سيمتري. باخد كوره كده. ايه الكوره دي يا عم؟ إيه بنحددها ازاي الكوره دي؟ احسب الكيرفتشر عند النقطه ده اهي مثلا اللي هو ايه ريتشي سكيلر 2 على ار سكوير هنا وديت عند ديت 2 على ار سكوير وديت على تورس. يبقى الار بتختلف. اهي الار دي بقى هي الايه اللي هي لو احنا حسبناها اللي هي بتبقى المحيط مقسوم على 2 باي. انا بقى هنا اهو من الاناليسيس بتاع المتريك ده تعالوا نشوف بقى ايه المسافه ما بين الايه ما بين السنتر. يعني انا دلوقتي تعالى مثلا ايه نعرفها ازاي؟ نعرفها بالمتريك اهو. انا عايز ايه بعمل مثلا يا اخي انت عندك ايه تعالوا نجيب الاول نسبه ان هي 2 باي ار. خد السطح الكوره ده واعمل لمبات حوالين داير البتاع دي. اوكي وداير بمعنى انك انت ايه وهنخليهم ينوروا سيمالتينيسلي توجذر. هينوروا سيمالتينيسلي توجذر يعني ايه؟ هناخد الدي تي الايفنتس دول الدي تي بتاعتها كام؟ صفر. يعني الدي تي بصفر. فانا عندي الدي اس سكوير اهي فانا عندي الدي اكس نوت بصفر والدي ار بصفر. ليه؟ لان انا الدي ار بصفر انا شغال على المحيط. الار ما بيتغيرش ماشي يا رجاله. الار ايه الار ما بتتغيرش. انا ام ستيل اون ذا سيم سيرفيس فالار ما بتتغيرش. والدي ثيتا صفر
اوكي دي ثيتا بصفر لان انا شغال على الايه على الثيتا ب 90 درجه يعني انا واخد ثيتا بباي على 2 يعني انا على ايه دلوقتي انا على الاكواتور انا عامل على الاكواتور لمبات وبدأ انورها كلها نبقى بعضيها وبجيب الايه وبجيب الستبس بقى الستبس ما بين ايه الحاجه الوحيده اللي بتتغير مين فاي دي فاي يبقى هنا ايه يبقى الدي اس سكوير بقى بص يا عم الدي اس سكوير الحد الاولاني صفر الحد الثاني صفر الحد الثالث صفر الحد الرابع ار سكوير ساين 90 ب 1 دي فاي سكوير يبقى الدي اس هنا بتساوي ار دي فاي يبقى الديستانس ده المتريك دوت يعطيني المسافه ما بين ايه ما بين كل لمبتين الزاويه بينهم دي فاي فلما تيجي انت بقى الفاي بتروح من 0 ل 2 باي زي ما احنا عارفين لما تجيب الاس ده اهو اللي هو السيركمفرنس ده اهو بيساوي ار تكامل دي فاي يساوي 2 باي باي فيبقى ايه ده اللي هو طب تعالوا نحط لمبات بقى من المركز في اتجاه الايه في اتجاه النقطه يعني انا همشي كده المتريك بقى يقول لي لو انا مشيت اللي بيتغير بس الدي ار بينما الدي ثيتا والدي فاي والدي تي رخرين صفار يعني هنحط لمبات من هنا لهنا اوكي وهنقيدهم مع بعض ماشي رجاله هنقيدهم مع بعض بحيث ايه بحيث هنا المشوار ده اهو هيبقى الدي اس في الحاله دي بيساوي ايه الدي اس سكوير في الحاله دي ايه المتريك انا ما قداميش غير المتريك الدي اكس نوت بصفر زائد ده مش بصفر بقى 1 ناقص 2 جي ام على ار سي سكوير اس ماينس 1 دي ار سكوير زائد صفر زائد ايه زائد صفر ديت الدي اس سكوير دي المسافه ما بين ايه تو ايفنت اللي المسافه بين بتوين تو ايفنت اللي هم اللمبتين اللي نوروا مع بعض دول المسافه بينهم انا بقيس المسافه في الراديال دايركشن دلوقتي فهنا ايه هيبقى عندك هنا لما تيجي تجيب الدلتا اس بقى الدلتا اس هيبقى عباره عن ايه عباره عن 1 ناقص 2 جي ام على ار سي سكوير اس ماينس 2 دي ار يعني التكامل يعني يبقى اذا بص بقى اهو يبقى اذا الدي اس المسافه ما بين المسافه بص بس الكلام المسافه ما بين تو سفيرز في الراديال دايركشن واحده ليها راديوس ار اي واحده ليها راديوس ار بي الراديوس هنا مش المسافه من المركز للبتاع احنا اتفقنا يبقى دلتا اس بتساوي التكامل بتاع دي اس من ار اي لار بي اللي هي بقى بتساوي كام يا ابني؟ التكامل بتاع دي ار على الجذر التربيعي ال1 ناقص 2 جي ام على ار سي سكوير من ار اي لار بي لما تيجي تكملها بقى هناخدوا الايه الجي ام على ار سي سكوير ده هم اصغر بكتير ايه؟ اصغر بكتير من واحد صغيرين او جي ام على ار سي سكوير اصغر بكتير الجي اصلا صغيره والسي سكوير كبيره فهتبقى ايه يس سو ذيس از نوت باد يعني هيبقى الدلتا اس هتساوي التكامل بتاع الجي ار 1 دي اس سالب نص يبقى ايه يا جدع 1 زائد جي ام على ار سي سكوير يعني ذيس نوت باد من ار اي لار بي بص بقى الدلتا اس طلعت ايه ار بي ناقص ار اي ار بي ناقص ايه ار اي زائد جي ام على سي سكوير التكامل دي ار على ار بايه؟ بلين لين ار لين ار بي على يبقى لين ار بي ناقص لين ار اي يعني لين ار بي على لين على ار اي شايف؟ يبقى المسافه يبقى انا عندي ايه ادي السنتر اهو وادي السفيريكال سورس اهو جيت واخد ايه؟ جيت واخد كوره نصف قطرها ار اي اللي نصف قطرها اللي من ايه؟ اللي هو متعرف من ال 2 باي على ار من البتاع محيط الاكويتر ودي ار بي فلما نطرح ار بي ناقص ار اي المسافه لما تيجي تجيب المسافه من هنا لهنا لما تيجي تجيب المسافه من هنا لهنا ما طلعتش بتساوي ار بي ناقص ار اي ده طلعت ار بي ناقص ار اي زائد حته صغيره والحته الصغيره دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على النيوتونيان ماس بتاع السورس لو عندك نيوتونيان ماس بتاع السورس دوت كبير قوي هتبص تلاقي يحصل ايه انحناء جامد جدا يعني ده اللي هو الانكريمنت اللي كنت بحسبه في اول المحاضره او تاني محاضره مش فاكر المهم ده موجب بوزيتيف
فمثلا مثال الارض، مثلا الارض الجي ام على سي سكوير للارض بكام؟ ب 4.44 ملي متر. فيري تايم. يعني مثلا لو انا عندي ايه، عندي عملت كورتين كده، انصاف اكترهم حوالين الارض، انصاف اكترهم بالمعنى اللي انا قلت لك عليه، واحده فيهم 6480 كيلو والثانيه مثلا 6380 كيلو متر. فلما هتيجي تجيب الدلتا اس هتساوي كام؟ الطرح ما بين الاثنين اللي هو كام؟ 100 كيلو، مش كده يا ولد؟ زائد 4.44 ملي متر لن الرقم ده على الرقم ده، 6480 على 6380، يعني هتبقى 100 كيلو وايه؟ وشوف وملي متران. هتفرق قوي؟ هتفرق ان برنسبل. وحطينا ايدينا على سر من اسرار الطبيعه. الهندسه ما هياش اكليديان، اتس نوت اكليديان جيومتري. اوكي؟ وطبعا ديت ليها حاجات ايه؟ ليها حاجات تطبيقات. حد ليه اي ممكن الار تاني؟ حاضر. بصي يا انسه، احنا المره اللي فاتت المحاضره بتاعت انت كنت قاعده، انا فاكر. لا ما جيتيش. طب اتفرج على المحاضره بقى. بص بقى يا ماما، احنا كنا بنعرف ايه؟ كنت بنجيب سطح كروي. السطح الكروي دهوت ايه؟ 2 دايمنشن. عرفت انا الار بتاعته بدلاله ايه؟ كان انا مثلا خدت اي نقطه على سطح الكره ينفع بول. فايه؟ خدت النقطه ديت بول، نمشي مشوار كده اهو عليه على السطح ده نفس المشوار، فايه؟ ونيجي عامل سيركل كده، فيبقى ليها محيط. نزود يديكي محيط اكبر، نزود لحد ما نوصل للاكويتور وبعدين تقل. اهو اكبر حاجه دهيت، هو ده اسمه الايه؟ الاكويتور سيركمفرنس. تقسميها على 2 باي، ذاتس وات وي ديفاين ار ان ذات اكسبريشن. يعني ار سكوير دي تيتا سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير سيتا دي فاي سكوير، ده ايه؟ هي الار دي اللي انا اقصدها. انا دلوقتي بقى كنت بقول يا ربي الار دي هي الار من المركز لسطح الكوره ده طلع. لا اوكي، اند ذيس از ا بيج ثينج. انا مش عارف انتوا حاسين باللي انا بقوله ولا ايه. ايوه اوكي. طيب احنا قدامنا كتير ولا ايه؟ ربع ساعه. طيب انا بقى هستغل الربع ساعه ده الحقيقه علشان احل مساله معاكم في الهوم ورك، قصدي في الاكزام. انا حزنت ان كنتم موست اوف يو ما اعرفش اعملها الاولى. فانا الاولى سهله. الاولى حسين بدع فيها الحقيقه، وموسى في ناس شباب عملوا حاجات كويسه يعني. انا بس عايز مش هتسمع حسين يا ولد؟ اوكي، الجدع الصغير بس انا تلاش. انا بس المساله اللي هي بتاعت التورشن. موسى فين؟ ماشي يا جميل. هو عملها موسى حلو قوي وعجبني في شغله، بس ما كملش لحد الاخر، بس اعطيت لك الفول مارك طبعا. اوكي؟ ما حدش فيكم كملها لحد الاخر. حسيت ان انتوا ايه؟ الارسنال ان انا اعطيته لكم في التنسور كالكولاس، ما حاسس ان كنتوا ايه؟ ما ذاكرتوش كويس او ما اعرفش. المهم I was not very happy خصوصا بالسؤال ده. يعني الحاجات الثانيه مفيش مشكله. انا خلوني بس لان كل شويه واحد يقول انا ابدا منين؟ انا هبدا في الاوضه في الفاكرين في المعمل، يقول انا مش عارف ابدا منين بصراحه. فطبعا انا كنت بقول لهم لو قلت لك تبدا منين يبقى انا خلاص غششتك، يبقى انا قلت لك من المساله، لان هي بعد كده هتيجي فكرتها بسيطه. تعالوا بس نشوفوا ايه؟ نشوفوا المساله نمره 2. بص يا ولد، انا بقول لك ايه؟ بقول لك لو انت عندك في تورشن موجود عندك التعريف بتاع البتاع دي، بتساوي جاما بي اي سي اي بي. اوكي، ده التعريف بتاع الجاما الكونكشن. فبقول لك بقى لو ايه؟ لو كان في تورشن المفروض ده اهو الجاما اي بي سي ده اهو. والقلم راح مني فين؟ الجاما اي بي سي ده اهو هيساوي ايه؟ نص جي اي دي دي بي جي دي سي زائد دي سي جي بي دي ناقص دي دي جي بي سي زائد الكوركشنز اللي قلت لك تعملها لي بدلاله الايه؟ التورشن اللي هو تي بي اي سي
بيساوي جاما بي اي سي ناقص جاما بي سي اي. انا بعمل ايه بقى؟ بص انا عايز اجيب الجاما. طب ركز في حاجه انت عارفها يا عم. بص على دي كده، بص على دي، دي بي جي دي سي. ولما احنا كنا بنجيب ال عشان نطلع الجاما هعملها ازاي؟ انا عندي الجي دي، وقلت لك في معلومه في يوسفول فورمولا موجوده في فانت عندك الجي دي سي عباره عن اي دي دوت اي سي، والجي دي دي بي اي بي دوت اي دي، والجي بي سي بي اي بي دوت اي سي. اهو يعني انا باخد اهو فبقى هعمل ايه بقى؟ اهو يبقى الطرف ده، اهو الطرف ده اهو اللي هو البتاع ده حاجه باينه لي خالص يعني، يبقى عباره عن دي بي في اي دي دوت اي سي. وهستعمل الاول في التفاضل الثاني زي الثاني في التفاضل الاول، مستعمل دي هتطلع لك حاجه فيها جاما، وهكذا زائد دي سي جي بي دي اللي هو اي بي دوت اي دي ناقص دي دي اللي هو جي بي سي اللي هو اي بي دوت اي سي. بس خلاص بقى يبقى اهو الاول في تفاضل دوت دي بي اي سي. طبعا هنعمل زيها بعد كده. المهم ديت ايه؟ اي بي دوت دي بي اي سي. نيجي نستعمل العلاقه اهو دي بي اي سي. انا عملت ايه بقى اللي حصل؟ الجاما مثلا فيتا اي فيتا مثلا يعني، وبعدين الاي اللي هي ديت يبقى السي، وادا والدي اللي هي البي اهي، يبقى ديت ايه دوت جاما فيتا سي بي اي فيتا. يعني اي بي دوت اي فيتا يبقى جاما فيتا سي بي جي بي فيتا. شايف الكلام يا ولد؟ هتبدا ايه؟ هتبدا بقى تكتب الكلام ده طبعا زائد الثاني وتكمل الحكايه دي. هتبص تلاقي، هكتبها لك انا دلوقتي، هكتب لك النتيجه دلوقتي كلها. فانت حضرتك هتبص تلاقي ايه؟ هتبص تلاقي انا بدل فيتا عملت اي، خليها اي يا سيدي عشان يبقى زي الكتاب زي البتاع. فهتبص تلاقي بقى ايه؟ جاما اي دي بي جي اي سي زائد جاما اي سي بي جي دي سي جي دي اي زائد جاما اي بي سي جي اي دي زائد جاما اي دي سي جي بي اي. فاكرين انا بفك البتاع ده اهو، يعني ده القوس بتاعي يعني، مفيش حاجه. وصلنا كده كام؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 ناقص جاما اي بي دي جي اي سي ناقص جاما اي سي دي جي بي اي اهو. 1 2 3 4 5 6 دول 3 في 2 ب 6 عدد 6 ترمات. ماشي خلاص انتهت القصه. المساله هناخد الحاجات بقى اللي فيها النواقص ناقص اهو. مثلا ديت مع دي، شايف جاما اي بي دي جاما اي دي بي ودي جاما اي بي دي تورشن، ده تورشن اهو خلاص. يبقى بتساوي والجي اي سي والجي اي سي اهو والجي سيمتريك، فهتبقى ايه؟ وهم اصلا مش محتاجين حتى نستعمل السيمتريه بتاعتهم. فديت عباره عن ايه يا جدع؟ جاما اي دي بي ناقص جاما اي بي دي هتعطيني مين؟ هتعطيني التي اي دي بي. يبقى ده وده هيديني صح الكلام؟ تمام. وبعدين يا سيدي من له انت ديت وديت جي بي اي وجي بي اي هناك اهي دي اي بي ايه؟ يطلع دي اي بي بس سيمتري. يبقى زائد التي اي دي سي جي بي اي هو انت سيمتري. يبقى انا ايه؟ خلاص انا خدت ده وخدت ده، يبقى انا خلصت الاثنين دول. فاضل لي مين؟ فاضل لي ده وفاضل لي ده اللي هو زائد بقى ايه؟ زائد جاما اي سي بي جي دي اي زائد جاما اي بي سي جي اي دي. اوكي وده الكلام ده. انا لسه ما ضربتش في ايه؟ في نص جي اي دي. هتضرب بقى في نص جي اي دي، نص جي اي دي. اوكي وخلي بالك انا عندي هنا ايه؟ انا عندي جاما بس، فانا ممكن اعمل ايه هنا؟ انا كنت قبل ما اضرب في جاما حتى انا ممكن اعمل ايه؟ انا عايز اطلع جاما لوحدها بس. فايه بص كده يا ولد، جاما اي سي بي جي دي اي وجاما اي بي سي جي اي دي وجي اي دي وجي دي اي الاثنين بيساووا بعض انهم سيمتريك. فانت ممكن كنت تعمل ايه؟ كنت ممكن تجمع وتطرح، يعني ممكن تقول ايه؟ زائد انا عملت مين فيهم؟ انا طلعت هنا جاما مثلا، كنت تقول مثلا زائد جاما سي بي اي جي دي اي ولا جي بي سي ناقص جاما، ولا خليها دلوقتي، خليها دلوقتي احسن لما نعملها الاول.
هتضرب في نص هنا، هتضرب في نص بقى نص جي اي دي في البتاع اللي احنا عاملينها ده. هتبص بقى نص جي اي دي مضروبه يا سيدي في تي اي دي بي جي اي سي زائد نص جي اي دي في تي اي دي سي جي بي اي زائد نص جي اي دي مضروبه في جاما اي سي بي جي بي اي زائد نص جي اي دي جاما اي بي سي جي اي دي. ماشي كده الكلام؟ انت بقى تاخد بقى العلاقات اللي انا معلمها لك بقى اللي هي جي اي دي في جي دي اي بتساوي دلتا كرونيكر دلتا اي اي وجي اي دي مضروبه بجي اي دي هتديك كرونيكر دلتا اي اي. واخد بالك؟ بص الكلام بقى يا موسى بقى ليك ديت. جي اي دي مضروبه في تي اي دي ده تنسر دي بي جي اي سي بتساوي جي اي دي مضروبه في ايه يا ابني؟ اه لما تيجي تضرب ديت في دي هتنزل ديت تبقى سي دي بي. صح يا بابا؟ ديت في ديت هتنزل الاي تحت وبعدين ديت وديت هترفع ديت هتعطيك ايه بقى؟ لما تيجي ترفع ديت هتديك تي سي اي بي. انت سبت دول في الاخر بقى ما كملتهمش. فبس هتعيش حياتك بقى وفي الاخر هتعمل ايه بقى؟ نفس الشيء هنا هتبص تلاقي هنا يبقى النص جي اي دي مضروبه في القوس يساوي نص تي سي اي بي زائد نص تي بي اي سي زائد نص جاما اي سي بي زائد نص جاما اي بي سي. بس انا الجامات انا عايز جاما واحده فيهم بس. فلو انت اف يو اد اند سبتراكت نص جاما اي بي سي ناقص نص جاما اي بي سي يطلع لي تورشن تاني بجدع هيطلع لك تورشن والنص بص عليها يديك واحد والتاني يديك تورشن. فهتبص تلاقي في الاخر العلاقه اللي انا كنت عايزكم تعملوها هتلاقي ان الجاما اي بي سي بتساوي نص جي اي دي في القوس العظيم اللي انا كنت قايله ده ناقص نص مفتوح قوس تي سي اي بي زائد تي بي اي سي ناقص تي اي بي سي بدلاله بس الايه التورشن. طبعا الجي بي اس الجديد السرعه طلعت البيريود طلع ب 2.58 اورز اتنين جابوهم 2.6 اورز. طبعا لازم يو هاتو طبعا لانها مش ريلاتيفستيك لا 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 لازم كنت تعملها مش لان احنا شغالين ده بتاع حاجه بتقعد 24 ساعه و12 ساعه وحاجات كده يعني مش حاجات مش شغالين في الفيمتو سكند احنا يعني. المساله الثانيه بقى دي بتاعه المساله بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها دي اللي هي بتاعه الايه الدبل كوفيرينت ديريفاتيف. الدبل كوفيرينت ديريفاتيف ديت ذس از انذر واي اوف ديفايننج الايه الكيرفتشر تنسور. الكيرفتشر تنسور احنا عرفناها بمين يا اولاد بالديفيشن جيوديسك ديفيشن لو تفتكروا. ايوه ده بقى طريقه تانية لتعريف الايه تعريف الكيرفتشر انا اشرت ليها في بدايه الكورس انك انت لو انت عندك سطح كوره وعملت مثلا لوب معمول بجيوديسكس ومشيت فيكتور عليها حوالين اللوب ده هتبص تلاقي ايه لما يلف حوالين اللوب ويرجع مش هيرجع بارلل تو اتسلف وانما هيبقى عامل زاويه. الزاويه ديت بين الوضع الاخير والوضع الاولاني يعطيك ده مقياس للكيرفتشر. فهنا بيتعرف برضو في الفور دي بنفس الشكل انك انت ايه عارف الكوميوتاتور ده اللي هو دي بي الكبيره دي كابيتال دي بي بيتا ودي الفا يعني دي بيتا دي الفا على الاي ناقص دي الفا دي بيتا على الاي ده هو بالضبط يقيس الايه يقيس انك انت بتلف في الفيكتور حوالين كلوزد لوب ويرجع تاني. لو الفرق بينهم لو الزاويه ما بين الاثنين صفر يبقى ده فلات سبيس تايم. لو الفرق بينهم انجل مختلفه يبقى ده ايه كيرفد سبيس تايم. وكل ما الزاويه تبقى كبيره كل ما الكيرفتشر يكون كبير. That's a measurement another way of define. I might use this next time لما ندرس الكورس.